مساء الفل عليكم يا حبايبي. ما ينفعش تاكل من كمان. اه. خد ده، مش تقدر تشيل الطبق ده. انت عايزين تبهدلوني وخلاص تاخدوه مني. لا والله هتيجي وقت. يلا. اقعد بقى. لا تشيل الطبق. طالما الاكل يتبلع يبقى اكل حلو ومطبوخ كويس. الاكل لو ما اتبلعش مش كويس. انا مش فاهمه يعني هو عمل ايه عشان تدي له هو الاول يعني. طب هذا الزبله دي كان بيصور هي الاكله اللي انت بتاكلها دي حاجه كده زي المكرونه مسميها لسان عصفور معلقه كبده معلقه زبيب كسرات. والله انا اتحدى ان اي واحد يعمل الطبق ده زي ام سهيل. نعم يا جماعة وتصلوا على النبي كده وانتوا بتشوفوني. شوف الجمال انا كده زي ده. حبيبتي يعني شوف تحبيني ازاي يا مسعينة حقف علي. تجعانه ولا ايه؟ اه طلعي معايا ما نمشي كويس امبارح. مفيش نوم اصلا النهارده كان صلاة الجمعة النهارده صايع نسهر كده لا يقول عن اكل شحمسة ده بيصنع فوق كبد فراخ وقوانص فراخ و و وبصل وتوم وزيت وسمنه و ودبس رمان وميه بس على فكره الكبده دي مش اي حد يعرف يعملها. الكبده دي بتبقى عايزه تتنضف بطريقه معينه زي الفيديو اللي الحاج عاملاه. لا عايز تدقوه. لا مش هو. لازم فلفل اسود لازم. لا مش هتقول بقى الطريقه. لبن. قطع في اللبن. هما يدخلوا البنات والرجاله اللي ما بيعرفوش ياكلوا كبده من ايه من حاجات يدخلوا يشوفوا الفيديو هيلاقوا كل حاجه معموله فيه مظبوط والله هتطلع ولا اروع. بس هو كان ناقص مكسرات بصراحه. بحب دي يعني ده الزبيب بتاع رمضان مكسرات خلصانه من عندنا. ما انا ما بحبهاش. انا عاوز شويه جوز ولوز وايه وشويه مكسرات. ايوه مكسرات ليه بقى؟ بتبقى سخيفه اصلا اللي هو حاجه كده تقعدي تبقى مكسرات. يا ستي خليكي في حالك. انت عارف ايه الناس اللي بتتدخل في حياتي دي؟ انت مالك؟ انا اكل انت شايل لينا على دماغي ولا اللي شايلك على دماغي؟ يا جماعه انا اقول لي ايه للبنت دي؟ شيل الكمال ولا انت شايلني؟ ها انا على الارض. لا معلش انا على الارض. الشنطه راحت وانا اللي جبتها الوقت. مكسرات. لا رجعت ايه؟ فوائد عديده. مكسرات يا حبيبتي كلها لوحدها مش على رز. انت مال مش فاهمه ايه الزبيب ده كمان؟ هو بتاع مملح تحط عليه زبيب ليه؟ هتبقى وجبه متكامله بقى. الله اللهم صل على النبي. هي برضه هتبقى طعمه لو كبده جاموس او ما بحبهاش برضه. لا هتبقى طعمه فراخ احلى. اه لا لا انا همشي الجاموسه دي. اه لو كبده لباني بقى. اه اي كبده لسه بقى سليم لباني مش فيها اي تعب. اي كبده بصراحه يا جماعه الاكل هو يا بيتعب يا بيتعب بني ادم يا بيغيره. اما كل الاكل نظيف ومعمول كويس ومفيش فيه حاجات تضر بصحه الانسان عمره ما يتعب البني ادم والله العظيم مهما كان اي كميه. انما المشكله في الاكل لما يبقى مثلا في اكل متسبك ان الواحد يسيب الصلصه على النار لما تموت تلاقيها احمر تلاقيها غيرت لونها لازم تبقى ورد كده. البصل متحرق غلط. انا نفسي اكل قرميط الطارق بتاع القراميط دي برضو. اللي كانت مامتك بتعملها مصر برضه قراميط نايم برضه حاجتها تبقى نايم. في ناس بتسبكها نعم تقعد تساوي الصلصه وبعدين تحطها في الصحفه والحاجات دي. لا نايه بقى ما تضرش
وطبعا نسيت اقول هنا بحط بهارات بس والله بجد والله جميله يا مزايا جت ربنا. شوفوا الوصفه دي يا جماعه، شوفوا الوصفه دي في الفيديو والله معموله خطوه بخطوه كده. عاوز الحبيب تسلم ايديك يا حبيبه قلبي. اي أيوة والله لا كده اوفر بقى. اللي ما يصليش على النبي بقى هو حرام عليه، هو يصلي بقى اللي يصلي يعني ما يصليش على النبي وانت بتاكل كده يعني. وبرضه حبيبه قلبي امشي. كل الناس بتعرف تطبخ برضه. الناس طبعا في حد ما بيطبخش لسه بنتعلم، بس كل واحد بيطبخ بطريقه نعيش ونموت لغايه اخر يوم في حياتنا بنتعلم. مش بتعرف تطبخي زيي برضه؟ سهيلة بقى لا تكاد. لا في زي الشاي عامل قلبي تتكرم علينا هنا تعمل لنا حاجه بقى بتعمل فرقعه على طول صح. زي يوم المكرونه اللي انت قلت لي عليها عملتها لاصحابك. بعدها قلت ايه سلمى؟ قالت لي دي احلى مكرونه اكلها لحد دلوقتي في حياتي. ساره سلمى مين سلمى؟ زميلتك سلمى عملت لهم مكرونه بس كانت مشطشطه موت. بقول لها ده جميل موتتني يومها اصلا. لا طبيعي يا عظيم. بس هي بتاكل عادي الشطه دي، ممكن تحط كيلو شطه وتاكل وقت. ده يومها انا لقيت وشي اتنفخ من الشطه اكتر ما هو منفوخ. انا بحب الشطه صح. شطه حلوه. اوكي الشطه مفيده للجسم يعني. اها والله العظيم جميله فعلا. نعمل ايه بس سهيله؟ قلت لها وانت جايه هات لنا المكسرات ما جابتش، فاضطريت اعمله بقى كده من غير المكسرات وعلى فكره بقى طعمه حلو من غير المكسرات. مره ثانيه نعمل المكسرات. فاهمه ايه المكسرات دي يعني؟ ما بتعملش الرز اللي دايما بالمكسرات. وزبيب. انا مش فاهمه مين اللي اخترع الزبيب ده. الاكل الواحد يعني بيمضغه كويس وانا هحاول ايه يبقى اكل جميل. ما هو ما البصل ما غابتش في النار بسرعه جامد. بصل وانا حاسس ان في بصل. اه. انا حاسس ان في حلاوه وجمال. تسلم ايديك يا ام سهيله. في ناس انا عارفهم تحديدا قاعدين فين؟ في المنصور. ناس مين؟ هم قبل نشوف لا الناس دول عامل لي كذا يا خاله. اللي كانت بتقول لك اعملي معمر. اللي كانت بتقول لي اعملي معمر. يوم اكلناها بتاع الجبنه وقالت لي هاكل جبنه وخلاص ومشي على الطيب. فجر يوم قعدت تتحايل عليه هي عارفه القطه فاهمه عيني في عينك كده. انت فاهمه انا عاوز اقول لك ايه؟ انت فاهمه دي رسالة كده على هوا لحد حبيبي برضه يعني. من دوك اي حد بتكلم عليه يبقى حبيبي. بقى اسبوعين ما كلمتنيش. جبلح. يا شيخ. والله انا بتكلم على اختي على زينب اختي. بتعتبر؟ بقى اسبوعين ما كلمتنيش ولا ذاك يا ابي ولا اي حاجة. انا شغل يا شيخ ياسين. لو انا مشغولة مع اميرة. تيجي بس هي نعمل لها طوارئ ونظبط لها العمل. ما عشان الصغيرة يا عم الاخ اللي عنقود بقى ده بقى متدلع على طول. سوري طنط. لا بس عشان انا جوعت اصلا يعني خلي في شويه دم. هي بتقول صراحه انا جوعت. انا صدق انا جايه هنا عشان اجوع اصلا. بس انت سهيل عامله رجيم. عملت لك اكل تاني من الرجيم. عملت لك اكل تاني. ايه بقى؟ جوع. طيب ماشي.
عايزين ناكل جمبري. استنى في الفوتوكولا بقى رسميه لايف بريس تاكوز انديه بقى اللي هو في الشوربه ده ولا كل خير يا حبايبي. اعملوا لنا يا جماعه اشتراك في القناه، اشتركوا في القناه واعملوا لنا لايكات، قولوا لنا رايكم في الفقره لو انتم يعني كل واحد يقول رايه، واحنا نسمع جميع الاراء حتى لو كانت وحشه حتى لو كانت كويسه. اعملوا لنا لايك، اشتركوا في القناه، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.